بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نسوي مقارنة بين خلايا المخ وأيضا عن النسيج الكوني. اكتشف العلماء أن كوننا هو نسيج محكم، فعندما قاموا بأكبر عملية لمحاكاة الكون تهدف إلى رسم صورة مصقرة جدا عن الكون، وجدوا أن النجوم تصف على خيوط طويلة ودقيقة ويبلغ طول كل خيط مئات الملايين من السنين الضوئية. وبالصدفة اكتشفوا أيضا أن تركيب خلايا الدماغ، أخذوا مقطعا صغيرا من الخلايا العصبية للدماغ، تبين أن الخلايا تصف على خيوط طويلة ودقيقة مثل النسيج الكوني، ولكنها لا ترى إلا بالمجاهر المكبرة. ألا يدل هذا على وحدة الله سبحانه وتعالى في الخلق؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سورة الرعد آية 16 والله أعلم. طبعا هذا يدل على وحدة الخلق ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى، والله أعلم.